دلوقتي جه ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الارصاد بتتوقع ان النهارده لسه في ارتفاع في درجات الحراره، والطقس هيكون شديد الحراره راطب نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقيه وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار راطب على السواحل الشماليه الغربيه، لكن بالليل الجو هيكون مائل للحراره راطب على كافه الانحاء. في النهارده نشاط رياح محدود على بعض المناطق، ده مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبه. الصبح في شبوره مائيه على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. تفاصيل أكتر عن حال الطقس معانا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك في المدينة، وصباح الخير على تلفزيون المشاهدين. أهلا بك يا اهلا بحضرتك. تعبنا من الحر قوي يا دكتور بصراحه، وحابين نطمن منك عن درجات الحراره النهارده، وخاصه كمان ان درجه الحراره دايما المحسوسه بتبقى مختلفه عن اللي موجوده على الطبيعه. بالفعل يمكن موجة ارتفاع درجات الحراره طولت معانا، كانت معانا الاسبوع الماضي وكمان مكمله معانا على مدار هذا الاسبوع. في استمرار ارتفاع درجات الحراره في اغلب انحاء الجمهوريه، العظمى على القاهره الكبرى اليوم متوقع ان هي تكون 38 درجه مئويه، لكن نتيجه ارتفاع نسب الرطوبه الكبير اللي بنشهده خلال فتره النهار وايضا خلال فترات الليل نتيجه يعني تاثرنا بامتداد منخفض الهند الموسمي. منخفض الهند الموسمي دايما مع الكتل الهوائيه القادمه من على البحر او المتوسط، الكتل دي بتكون شديده الحراره تحمل بكميات كبيره من بخار الميه، فده بيؤدي لارتفاع نسب الرطوبه بشكل كبير اللي بتتجاوز احيانا ال 95% على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط. القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري ما بين 90 و75%، ده بيؤدي لمزيد من الارتفاع في درجات الحراره. فاحنا هنلاقي درجه الحراره المحسوسه اليوم على القاهره الكبرى 41 او 42 درجه مئويه نتيجه ارتفاع نسب الرطوبه بالظبط، نتيجه ارتفاع نسب الرطوبه دايما المحسوبه بتبقى اعلى بحوالي من درجتين لاربع درجات على اختلاف نسب الرطوبه من محافظه لمحافظه. طب ده يخليني اسال حضرتك بقى، دلوقتي مش درجه الحراره هتقل امتى؟ درجه الرطوبه هتقل امتى علشان نبدا ما نحسش بالحراره بالشكل ده؟ هو لسه مستمرين في ارتفاع نسب الرطوبه على مدار شهر 8 كمان، احنا عارفين ان الصيف هو ذروه يعني شهر 7 وشهر 8 وبيكونوا ذروه فصل الصيف نتيجه الارتفاعات الكبيره في نسب الرطوبه، فرغم ان درجات الحراره ان شاء الله متوقع مع بدايه الاسبوع اللي جاي يحصل فيها تراجع وتنخفض ويحصل انتصار للموجه دي، لكن هيستمر معانا طبعا نسب الرطوبه، شهر 8 كله ارتفاع في نسب الرطوبه، مع بدايات 9 تبدا تدريجي الكتل الهوائيه او منخفض الهند الموسمي يتراجع ويبدا ياثر علينا كتل هوائيه مختلفه، فنبدا نحس برطوبه اقل وكمان درجات الحراره بتكون معدلاتها اقل، لان احنا خلاص بيبقى بنقترب من فصل الخريف، لكن لسه رغم ان شاء الله هيكون من الاسبوع اللي جاي في انتصار للموجه، لكن هيكون في استمرار لارتفاع نسب الرطوبه. خلينا نقول ان اجواء خلال هذا الاسبوع كلها هتكون اجواء شديده الحراره راطبه فتره النهار في معظم محافظات الجمهوريه، المناطق اللي موجوده كمان في الصعيد زي الاقصر واسوان العظمى فتره النهار 45 درجه مئويه محسوسه 46 درجه مئويه. خلال فترات الليل ايضا في ارتفاع كمان في نسب الرطوبه وارتفاع في درجات الحراره، يعني احنا فتره الليل كمان نسب الرطوبه فيها بتبقى عاليه جدا، اجواءها مائله للحراره رطبه في معظم انحاء الجمهوريه. خلال الايام القادمه كمان احنا المرتفع الجوي اللي في طبقات الجو العليا بيأثر علينا، فده بيحبس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض وبيؤدي لزياده فترات سطوع اشعه الشمس، فمزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحراره، فمهم جدا ناخد بالنا ونعمل احتياطاتنا، واهمها ان احنا نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس. صحيح بالظبط، فتره الظهيره تحديدا من الساعه 12 الظهر لحد الساعه 4 العصر، الوقت ده اللي بنسجل فيه اعلى درجه حراره على مدار اليوم كله، فبقدر الامكان لو انا اضطريت ابقى موجود في الشارع لازم يكون معايا غطاء للراس، شمسيه او كاب، اي شيء يحميني من اشعه الشمس المباشره، بلاش اقعد تحت اشعه الشمس لفترات طويله، ونتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل واهمهم الميه. طيب بس الميه تبقى موجوده في ايدي على مدار اليوم. بالنسبه لحاله البحار، وده هيكون سؤالي الاخير لحضرتك. طبعا حاله الملاحه البحريه على البحرين معتدله خلال هذه الايام لان فيها اعتدال في سرعات رياح، فبالتالي ارتفاع الامواج لا يتجاوز 2 متر على البحرين، والبحر الاحمر والمتوسط مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، نقدر نستثنى بالاجواء وخاصه في شواطئنا المطله على البحر المتوسط.
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المتابعه اليوميه معانا دكتوره منار غانم عضو مركز الاعلام بهيئه الارصاد الجويه. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره العظمى 38 الصغرى 26، العاصمه الاديه 39 26، اسكندريه 33 24، العلمين الجديده 33 25، مطروح 33 23، دمياط 35 25، بورسعيد 36 25، اسماعيليه 39 25، السويس 38 26، العريش 36 24، كاترين 37 18، طابا 40 26، حلايب 38 30، شلاتين 41 30، شرم الشيخ 42 30، الغردقه 42 30، الفيوم 41 26، بني سويف 41 26، الوادي الجديد 45 28، اسيوط 42 26، سوهاج 43 27، قناة 44 28، الاقصر 44 28، واخيرا اسوان 45 29. درجات الحراره مستمره معانا في الارتفاع هذا الاسبوع مع ارتفاع نسب الرطوبه، نخلي بالنا من التعرض المباشر للشمس فيه خاصه من الساعه 12 للساعه 4 مع شرب كميات كبيره من المياه والمشروبات علشان نعوض جسمنا من درجه الحراره المرتفعه، لان بيسبب طبعا اجهاد حراري، فنخلي بالنا علشان ان شاء الله يكون بصحه جيده دايما.